صليت الظهر ولست أقرأ قرآن إلا يدخل عليها الزع وهو زعلان ومضايق. كلهم يساعدون الناس الآن. الأستاذ خبرنا نساعد الناس. يلا نساعدها. اتجهزنا وتحركنا على جيان. ما شاء الله المكان كبير ومرتب. قلنا لهم يجهزون لنا بوكسات الإفطار عشان نوزعها. زيد الكمية. وزدنا الكمية. بعد أكثر. وزدناها أكثر. وايد. حطولنا داخل البوكس برتقال ولبن وتمر وبرياني دياي. ولله الحمد وزعنا الكمية كلها. خلونا كلنا نعين ونعاون في رمضان شهر الخير، ونذكر ونساعد بعض على العادات الطيبة. أنا وايد مستانس لأني ساعدت الناس. مع السلامة.